الطرقات الكثيرة التي أعاقت طريق ثوار حلب الذين أتوا من الشمال نصرة لأهلنا في الأقصر، إلا أن إرادتهم كانت قوية وتمكنوا من الوصول إلى مشارف الأقصر، والآن يقومون بإعداد أحد صواريخ الإبراد لدك معاقل عصابات الأسد وعصابات نصر الله التي تحاول اقتحام بلدة الأقصر في ريف حمص. ثبتنا من قدام بالله، يلا ثبت. بسم الله بسم الله يا رب. هاي البيت بارك الله فيك. شوف بتاع المعدن وين كان بعتينا وهم بس. الله أكبر. الله أكبر. يلا بعد ما عمول أبو محمود، ليه تبعتوا الصواريخ؟ هدول على حزب الشيطان، حزب اللات والعزة إن شاء الله. نسأل الله إنه يعيننا إن شاء الله ونفك الحصار عن إخواننا بالقصير ونروح لعندهم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ونفجر عنا ولا طريق. الله الله أكبر. لواء التوحيد يقوم بدك معاقل حزب. الله أكبر. الله أكبر.